السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود بعد هذه الاستراحة في فترة ما بين الشوطين في لقاء الملعب التونسي واتحاد العاصمة الجزائري، ملعب ميلود هدفي في وهران، والجماهير التونسية إلى جانب الجماهير الجزائرية، والعلم التونسي إلى جانب العلم الجزائري في الباهية وهران. ملعب يحتضن لقاء اتحاد العاصمة والملعب التونسي في إطار إياب الدورة التمهيدي الثاني من كأس الكاف. شوط أول 0-0، وللحديث بقية مع هذا الشوط الثاني معكم في التعليق رمزي القلعي، ونجدد التحية لكل من التحق بنا الآن في المباشر على الوطنية الثانية داخل تونس وخارجها. انطلاق الفترة الثانية بصفيرة السوداني محمد فاضل. نذكر مباراة الذهاب كان حسمها الملعب التونسي بهدف وحيد، لكن ثمين حمل توقيع محمد راين السماعلي في الدقيقة 85. واليوم الشوط الثاني من هذا الدور، من سيتأهل إلى دور المجموعات؟ الملعب التونسي إن شاء الله يحافظ على أسبقية الذهاب. وهذه كرة من يوسف أومارو يفتح نحو السعفي، ترجع ليوسف أومارو، أومارو ينتظر المساندة، الهادي خلفه خلفه، لكن مخت الكرة الأخيرة ترجع لدفاع اتحاد العاصمة. بسرعة نذكر بالتشكيلتين لمن التحق بنا الآن في المباشر. الملعب التونسي بتغيير وحيد، المدرب ماهر الكنزاري خير إبقاء زياد بريمة على دكة البدلاء وإقحام إبراهيم جيتي كأساسي مقارنة بمباراة الذهاب. بقية الأسماء نفسها، سامي هلال في المرمى، يد معروس، وأيضا مروان الصحراوي، يوسف أومارو، غازي العيادي، نضال العيفي، بلال المجري، يوسف توري، السعفي خلف. هذه تشكيلة البقلاوة. هذه كرة من علي الذي دخل في فترة ما بين الشوطين. موسى علي والي لاعب مهاري كذلك شاهدناه في مباراة الذهاب، يدخل في أولى تغييرات المدرب نبيل معلول. نبيل معلول اللي كذلك مقارنة بلقاء الذهاب أقحم سيكو قاسما كأساسي، المهاجم المتميز مقابل إبقاء بالقاسمي على دكة البدلاء. بقية الأسماء هي نفسها، بنبوت في المرمى، مونديكو، تيرازاس أباستو، جيناوي، ليكونزا، بوخنشوش، رضواني، عليلات، شتي، وغشة. هذه التشكيلة اللي بدأ بها نبيل معلول المباراة. نذكر ماهر الكنزاري في المدرجات كما هو الحال في لقاء الذهاب. ملعب ميلود هدفي في وهران هو يتسع لأكثر من 40,000 متفرج، لكن تقريبا هيئة اتحاد العاصمة وضعت 34,000 تذكر على ذمة الأنصار. موجودين تقريبا 20,000 من جمهور اتحاد العاصمة، تحول من العاصمة إلى وهران. هذه كرة خطيرة وتدخل من جانب كيفين مونديكو في المقابل. جماهير البقلاوة الوفية تقريبا في حدود 1000 مشجع تحولوا لمساندة الملعب التونسي في هذه المباراة اللي كما قلنا إن شاء الله يلتحق بالسي اس اس ويكونوا الزوز اليد في اليد في دور المجموعات من كأس الكاف. هذه كرة خطيرة في منطقة الجزاء، الكرة تمشي من جانب القائد سعدي رضواني لكن تتقص الملعب التونسي بسرعة من نضال العيفي. ترجع الكرة للبقلاوة، توصل للتوري، توري غطي على كورة توري بدل اللعب للسعفي، لكن الدفاع موجود من جانب هادي معليلات. فما نضال العيفي أو السعفي ملقى على أرضية الميدان، والإصابة صارت بجنب المساعد الأول. ذكر أن هذه النتيجة ترشح الملعب التونسي إن شاء الله للدور القادم دور المجموعات بالنظر إلى أسبقية الذهاب في رادس، والهدف الثمين من ريان السماعلي. هذه الكرة الأخيرة من عليلات على نضال السعفي أو يوسف السعفي، الهادي خلفه في تنفيذ التماس للبقلاوة. الهادي خلفه يلعب الكرة طويلة، توري بالراس في مراولة ثم ترجع كما جات، تبقى للملعب التونسي. غازي العيادي يبدل اللعب للجهة المقابلة وين موجود إبراهيمات جيتي. جيتي التوزيع في منطقة الجزاء، ترجع من مونديكو، مونديكو الكرة في التماس. باهي البداية، باهي البداية. الملعب التونسي يحاول يوصل أكثر لمناطق ليسمى. هذا حسام الدين غاشة
والتماس للبقلاوة من جانب نضال العيفي يا ظهير الأيسر، تنفذ من العيفي بلال المجري، المجري المجري التوزيع لشكون؟ مباشرة بن بوت، أسامة بن بوت، قلنا حبيناها 4-4 لكن قدر الله وما شاء فعل. الاتحاد المناسيري غادر أمس مرفوع الرأس أمام ولدية الجزائر بعد الهزيمة بثنائية نظيفة رغم أسبقية الذهاب في ظروف قلنا خاصة وخاصة جدا واستفزازات لا فائدة من العودة إليها. الترجي الرياضي التونسي أبدع وأقنع وسحق فريق الصومالي ديكيداها بثمانية نظيفة. الترجي سيكون على رأس إحدى المجموعات بالنسبة للتشامبيونز ليج. النادي الرياضي الصفاقسي في كأس الكاف ترشح بهدف السكوحي في رأس، في انتظار أن الملعب التونسي إن شاء الله يكون إلى جانب السي اس اس في كأس الكاف. نذكر أن القرعة إن شاء الله يوم 7 أكتوبر القادم الـ 11 متاع الصباح. منافسات الشامبيونز ليج تبدأ إن شاء الله يوم 25 أكتوبر، ومنافسات الكاف إن شاء الله يوم 27 أكتوبر. نذكر الأهلي المصري وحامل لقب الشامبيونز ليج، والزمالك هو حامل لقب كأس الكاف للموسم الفارط. هذه كرة مرفوعة في منطقة الجزاء تخرج من السعفي، ترجع أمام أداليد البوليفي، حاول يلعب 1-2، مرفوع الكرة وموجود، موجود سامي هلال، موجود إلى حد الآن متفطن ويقظ حارس البقلاوة. هذه جماهير اتحاد العاصمة كما قلنا في حدود تقريبا 20,000 متفرج. نعرف مباراة في وهران ملعب ميلود هاتفي في الأثناء، هذا الحكم السوداني محمد فاضل، والكرة الأخيرة كلما تقدم الوقت كلما ازداد الضغط على فريق اتحاد العاصمة لأنه يعرف أنه مطالب بالوصول إلى مرمى الحارس سامي هلال. إن شاء الله الملعب التونسي يستغل هذا الوضع ويلعب بذكاء ويعتمد الهجمات المرتدة والسريعة. كما قلنا جماهير البقلاوة تنتظر الكثير من فريقها وتنتظر منه الذهاب بعيدا في مسابقة كأس الكاف، رغم خروج أسماء عندها وزنها في الفريق كي نقولوا الخضراوي ونقولوا بن عبدة ونقولوا هيثم الجويني وغيرهم، كلها أسماء مش سهل باش تعوضها. لكن لحد الآن الملعب التونسي يبلي البلاء الحسن، ترجع الكرة من توري، توري باهية لاستيماتها، توري يوصلها الكرة لنضال العيفي، العيفي عاود يبدل الكرة للسعفي، السعفي الكرة في التماس، هذا الياس الشتي ثنائي الترجي لجانب حسام الدين غاشة في تشكيلة اتحاد العاصمة. التماس للبقلاوة من الهادي خلفه، تويلا كورتو ماخذهاش بالراس توري او بلال المجري، ترجع من مونديكو للحارس بن بوت ليكونزا، ليكونزا ليكونزا نحو غيلاس جيناوي، غيلاس جيناوي جيناوي يبعد على اومارو، غيلاس جيناوي ينتظر المساندة، غيلاس جيناوي والتغيير يعني بعد ما تعداو سليم بوخنشوش هو الذي غادر ودخل موسى علي. حكيت عليه التغيير في بداية الشوطين ومخرج المباراة، تذكر بعد 7 دقائق باش يخرج لنا التغيير الأول في تشكيلة المدرب نبيل معلول. موسى علي كما قلنا دخل مكان سليم بوخنشوش، تبقى الكرة لاتحاد العاصمة، ترجع لمونديكو، سعدي رضواني، مونديكو ليكونزا يغطي على كورتو، والمخالفة لاتحاد العاصمة، المخالفة لسيكو غاساما. مروان الصحراوي يقولوا ما فما شيء، هذه الكرة بينه وبين سيكو غاساما،
بين مروان الصحراوي وسيكو جاسما. جانب من الجماهير جماهير اتحاد العاصمة في ملعب ميلود هاتفي في وهران. التنفيذ بين الياس الشتي وأداليد تيرازا ساباستو، يلزم يردوا بالهم من سيكو جاسما. الياس الشتي وتيرازاس في تنفيذ المخالفة، 10 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. تيرازاس أرضية الكرة وسامي هلال متفطن، متفطن سامي هلال رغم صعوبة الكرة اللي عملت روبون. ركنية للاتحاد العاصمة. ركنية لاتحاد العاصمة كالعادة. أدالي تيرازاس باستو مرفوعة الكرة في منطقة الجزاء، ترجع بالراس تمشي للصعفي. نضال العيفي مرفوعة في اتجاه توري، لكن تغطية موجودة، يلزم الضغط بالراس من الشتي، يخرج بنبوت وتماس للبقلاوة، يخرج الحارس بنبوت. ترجع الكرة تماس للملعب التونسي. حسام الدين غاشة، بلال المجري ونضال العيفي في تنفيذ التماس للبقلاوة. نضال العيفي طويلة كورته، البحث عن بلال المجري، ترجع الكرة في محور دفاع اتحاد العاصمة، تخرج كما جات في مرة ثانية من نضال العيفي، تقطع توري، توري وصل ليوسف أومارو، أومارو مخطى تمريرة تتقص لفريق اتحاد العاصمة من الشتي لجيناوي. جيناوي تبقى الكرة خطيرة العملية ومتفتت مروان الصحراوي. الصحراوي يقطع كرة كانت ماشية لسيكو جاسما، ترجع الكرة عالية بلال المجري. المجري المجري معزول ما يربح شيء، تتقص لاتحاد العاصمة من عليلات، توصل لمونديكو. مونديكو رضواني السعدي، محاولة المرور، التماس لاتحاد العاصمة، تنفذ الكرة بسرعة، موجود موجود هذا معروس، ثم توري، توري بلمسة واحدة، غازي العيادي من إبراهيم جيتي، مخت الكرة تمشي لكونزا. تبقى الكرة تتقص في مرة ثانية ومخت في مرة ثالثة لكونزا مرة أخرى. تيرازا ساباستو يوصل الغيلس جيناوي، غيلس غيلس يتقدم، غيلس يمهد لياس الشتي. الشتي البحث عن التوزيع وبهي الاستماتة من هذه خلفه، التماس لاتحاد العاصمة. الشتي في تنفيذ الكرة أمام الصعفي، الشتي وتغطية من الصعفي والركنية لاتحاد العاصمة. هذه جماهير اتحاد العاصمة طبعا، الشو والاستعراض والكرنفال في مدرجات ميلودي هدفي في وهران. والركنية لاتحاد العاصمة. جيناوي ترجع الكرة تمر، تخرج من دفاع البقلاوة، تخرج سلامات الكرة رغم أنها كانت خطيرة، تبقى لاتحاد العاصمة. حسام الدين غاشة، توزيع في القامة الثانية، حذاري مرت بسلام، تبقى الكرة ويبقى الاختر من جيناوي. ترجع لأداليد، أداليد ثم علي موسى، علي موسى القصير المكير، علي موسى التوزيع من علي موسى، تخرج من الدفاع في مرة أولى، يوسف أومارو خرج كرة أومارو ويرتكب المخالفة، يرتكب المخالفة على تيرازا ساباستو. رد بالك يا أومارو، المخالفة على البوليفي. هذه الكرة بين يوسف أومارو وتيرازا ساباستو. المخالفة لاتحاد العاصمة. اقتربنا من ربع ساعة في هذا الشوط الثاني، لا غالب ولا مغلوب، والملعب التونسي بهذه النتيجة في دور المجموعات من كأس الكاف.
المخالفة بين الياس الشتي أو تيرازا ساباستو وغيلاس جيناوي. ننتظر تنفيذ أمام جدار الدفاع عدم عروس بلال المجري، وخلفه تنفذ الكرة من غيلاس جيناوي، تضرب في الدفاع تخرج ركنية للاتحاد العاصمة. التنفيذ أداليد تيرازا ساباستو، تيرازا ساباستو تنفذ الكرة مرفوعة تمر في مرة أولى مرة ثانية تخرج من غزي العيادي، حذاري مرت بعيدة. هذه يلقاها في قسنطينة موسى علي، كرته الأخيرة يلتحق بها في قسنطينة وستيف. في الأثناء اللاعب والحارس سامي هلال ملقى على أرضية الميدان، إن شاء الله يقوم لاباس. هذه الكرة الأخيرة مرة أولى مرة ثانية، وكرة موسى علي دون عنوان. توجيهات طبعا المدرب المساعد للبقلاوة، وبالتأكيد بتعليمات من ماهر الكنزاري وذكر الموجود في المدرجات كما كان الحال في لقاء الذهاب. نبيل معلول في الجهة المقابلة مع نادر داود، إن شاء الله يقوم لاباس سامي هلال، كان متميز في الشوط الأول. هذه أجواء مدرجات جماهير اتحاد العاصمة. في المركب الرياضي الأولمبي ميلود هاتفي، اللاعب الأسطوري لمولدية وهران والمنتخب الجزائري. عطف الدخيلي في الأثناء يقوم بالحركات الإحمائية تحسبا لتغيير قد يأتي وقد لا يأتي. وذكر أنه فريق سيمبا التنزاني أزاح أهلي طرابلس الليبي بقيادة شكري الخطوي. نادي قسنطينة الجزائري ترشح لدور المجموعات، الزمالك المصري حمل اللقب، النادي الذي صفاقسي، سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي، الملعب المالي، نهضة بركان المغربي بقيادة معين الشعباني، سيمبا التنزاني. في انتظار بقية الفرق التي تخوض مبارياتها مساء اليوم. يرجع لباس سامي هلال، على المستوى المحلي نذكر أن الملعب التونسي عنده مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثانية ذهاب، ستدور إن شاء الله يوم الخميس 26 سبتمبر في ملعب باردو دون حضور الجمهور بعد العقوبة المسلطة على البقلاوة ضد النجم الذي بالمتلوي. إن شاء الله ما 3:30. ترجع الكرة من موسى علي، موسى علي للاتحاد العاصمة، موسى علي ينتظر المساندة، موسى علي يتقدم، موسى علي يوصل الكرة بلمسة واحدة لياس الشتي، التوزيع، الدفاع موجود في التغطية، نضال العيفي، العيفي وصلها لابراهيم جيتي يرجع الكرة لنضال العيفي، طويلة كرة العيفي، البحث عن بلال المجري، الترويض من بلال المجري يسقط، والحكم السوداني محمد فاضل يقول ما فما شيء. تتلعب بالكرة بلمسة واحدة من جيناوي، ترجع له غيلاس جيناوي، توصل لأباستو، غيلاس جيناوي، جيناوي لياس الشتي، الشتي يبحث عن التسديد، تضرب الكرة في لعب البقلاوة، قوية كانت تسديدة الشتي، تبقى الكرة جزائرية مرفوعة في منطقة الجزاء، دفاع موجود قبل العملاق سيكو قسما،
والكرة في التماس للاتحاد الرياضي باتحاد العاصمة الجزائري. مرفوعة الكرة مرة أخرى ترجع من غازي العيادي. تعود دوزيام بال دم عليلات. بعيدة الكرة الأخيرة. بعيدة كرة عليلات خارج الميدان. 20 دقيقة مرت في هذا الشوط الثاني. الملعب التونسي آنيا ومبدئيا إلى جانب النادي الرياضي الصفاقسي في دور المجموعات من كأس الكاف. شد عضلي للاعب ابراهيم جيتي وباهي انه يعني حتى التوقفات اللعب التكتيكيه هذه تخلي لاعبيه الملعب التونسي كسروا شويه من نسق لاعب اتحاد العاصمه. الضغط منذ تلقى الشوط الثاني. هذه كره تعليلات المدافع في انتظار ان يقوم لباس ابراهيم جيتي. حكيت على الجوله الثانيه ذهاب جوله بالتقسيط المريح. بعض مبارياتها دارت الاسبوع الماضي. اليوم نادي الافريقي فاز على شبيبه العمران 2-0. اليوم الاربعاء 25 سبتمبر زوز مباريات مستقبل سليمان ترجي رياضي والسي اس اس اتحاد بن قردان. ويوم الخميس 26 سبتمبر الملعب التونسي نجم المتلوي واتحاد الرياضي المنسيري النجم رياضي الساحلي. في الاثناء تغيير اول سيكون من جانب الملعب التونسي. ربما لن يستطيع انهاء المباراه ابراهيم جيتي. ننتظر التغيير القادم. أماثنداو سيدخل ودخل بالفعل. أماثنداو في تشكيلة البقلاوة في هذه اللحظات. مكان إبراهيم جيتي الذي غادر الميدان بعد الإصابة الأخيرة. ترجع الكرة من بلال المجري في محور دفاع اتحاد العاصمة من عليلات للياس الشتي نحو موسى علي والهدي خلفه يحط الكرة في التماس. موسى علي تنفذ الكرة بسرعة ترجع للشتي. الشتي رجعها لعليلات ثم مونديكو. كيفين مونديكو طويلة الكرة الأخيرة بالرأس تمهيد وين الدفاع تخرج في مرة أولى. تعود للياس الشتي توصل الكرة لحسام الدين غاشة. توزيع ترجع مرة ثانية دوزيام بال وتعود الكرة يوسف أومارو باهية لكن كانت قراها جيدا المدافع مونديكو. ترجع لعليلات لكونزا طويلة الكرة نحو سعدي رضواني تتقص من جانب نضال العيفي ثم يوسف أومارو للعيفي مرفوع الكرة بلال المجري. قبل ذلك المساعد يشير بأن الكرة خرجت. تنفذ التماس بسرعة. التغطية من أماثنداو حذاري في الكرة الأخيرة على حسام الدين غشة. هذه الكرة الأخيرة لأماثنداو في الأثناء تغيير آخر بالقاسمي. عبد الفتاح بالقاسمي كان أساسي في لقاء الذهاب سيأخذ مكان البوليفي أداليتي رزاسا باستو. يدخل بالقاسمي يخرج باستو اللي باش ينفذ الركنية توا. نعرفش يكمل ينفذ الركنية أو غشة هو الذي سيغادر. يغادر حسام الدين غشة ويدخل عبد الفتاح بالقاسمي. أداليد البوليفي في تنفيذ الركنية لاتحاد العاصمة. مرفوع الكرة في منطقة الجزاء ترجع تخرج من بلال المجري والهجوم للبقلاوة. البحث عن توري لكن الكرة ما وصلتش. ترجع تماس للملعب التونسي أماثنداو. هذا غيلاس جيناوي. التماس للبقلاوة ونضال العيفي في التنفيذ.
تنفذ الكرة بليل الماجري، ترجع من عليلات ثم الصعفي نحو أومارو. أومارو يحاول يلعب مع الهادي خلفه والدفاع موجود من عليلات. التماس للملعب التونسي، الحارس بنبوت ماريناش في اختبارات صعبة، لكن إلى حد الآن الملعب التونسي يحقق المطلوب ويلعب بذكاء كبير. تمشي الكرة من الهادي خلفه يوسف أومارو. أومارو مخت التمريرة تتقص، باهي قراءة اللعب من غازي العيادي. العيادي العيادي المراوغة، لكن اطنبت في المراوغات، تقطع الكرة بمخالفة لاتحاد العاصمة على بالقاسمي عبد الفتاح، والانذار لتوري يوسف توري او اماثنداو. اماثنداو هو الذي ارتكب المخالفة. تنفذ الكرة بسرعة، اباستو تيرازاس توصل لكونزا. ليكونزا يرجع لمونديكو. مونديكو غيلاس جيناوي. جيناوي 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 يلعب مع اباستا وبالقاسمي، ثم سعدي رضواني. جيناوي غيلاس جيناوي جيناوي حاول البحث عن الاروقه، لكن مسكر دفاع الملعب التونسي الى حد الان جيد جدا ومتميز. يوسف أومارو نحو ابراهيم جيتي او اماثنداو. التوزيع من نضال العيفي، مخت الكره الاخيره ترجع لاتحاد العاصمه. تمشي الكره لكونزا. لكونزا لياس الشتي نحو علي موسى. علي موسى والي علي موسى والي يرجع للشتي. الشتي مع علي موسى والي، حط كرة على ساقه اليمين. التوزيع موجود، غازي العيادي ثم يوسف أومارو. أومارو مخت الكرة الأخيرة، ردوا بالكم في الكرات والتمريرات. هذا حسام الدين غاشا، توزيع من الدلادي تقطع من دفاع البقلاوة، ترجع من توري. توري ما ضيعش الكرة. توري نحو يوسف السعفي. السعفي للهادي خلفه. السعفي مرة أخرى، غازي العيادي. العيادي والكرة في التماس، التماس للملعب التونسي والهادي خلفه. باش ترجع الكرة بتماس للبقلاوة. المدرب نبيل معلول طبعا يعرف جيدا كرة القدم التونسية، وبالتأكيد ماهر الكنزاري كذلك يعرف جيدا نبيل معلول، حتى عندما كان يصولان ويجولان في الملاعب التونسية. ترجع الكرة لاتحاد العاصمة، باهي الدفاع متفطن. تقطع يوسف أومارو. أومارو ليوسف السعفي. السعفي نحو بلال الماجري. الماجري يوسف أومارو، من يوسف اليوسف، الاسم على الاسم وربي يجيب القسم، والقسم إلى حد الآن من نصيب البقلاوة. وإن شاء الله البقلاوة تنهي هذه المباراة حتى بالتعادل لتفرح جماهير باردو. كما قلنا في موسم ترجو كل جماهير الملعب التونسي أن يكون استثنائي، رغم خروج بعض الأسماء التي لها وزنها في الفريق. التماس من الهادي خلفه، لكن يعرف الملعب التونسي حتى على مستوى الانتدابات المعوضون إلى حد الآن في المستوى. الكرة مباشرة للحارس بنبوت لمونديكو. ترجع الكرة للملعب لاتحاد العاصمة، دائما تمشي للياس الشتي. لياس الشتي ثم عمر علي. توزيعه موجود، موجود سامي هلال. هذه عادة للكرة الأخيرة
والحكم نعرف صفرها لمسة يد وركنية. نستناو قلت الملعب التونسي عرف كيف يعوض المغادرين. هذه الكرة مرفوعة ترجع من الدفاع حتى على مستوى الانتدابات مدروسة طبعا. تمر الكرة في منطقة الجزاء، تبقى الاتحاد العاصمة مرفوعة ودزيم بال والكرة في المرمى. هذا ما كنا نخشاه وهذا ما كنا لا نتمناه، بكرة ازدواجية في مرمى الحارس سامي هلال من المدافع مونديكو. مونديكو يسجل أولى أهداف المباراة في الدقيقة 75. هذا ما كنا نخشاه وهذا ما كنا لا نتمناه. يعني كانت كرة راجعة. سنعيد المشاهدة لكونزا. لكونزا هو الذي سجل في الكرة الأخيرة. لكونزا كلودي يعني أول هفوة. هذه الكرة كيفاش بدات مرفوعة، ولكونزا بكرة ازدواجية وضعها في الزاوية البعيدة عن الحارس سامي هلال الذي اكتفى بالمتابعة لتكون أول أهداف المباراة لاتحاد العاصمة أمام الملعب التونسي. الملعب التونسي صمد كثيرا، لكن وقت لتقبل برشا اللعب يأتي وقت وتقبل الأهداف. هدف ما جاش بهفوة فنية لكن جاء بمهارة فردية من ليكونزا على الصورة. يمضي أول أهداف المباراة لاتحاد العاصمة الجزائري. الدهيري يدخل ويخرج الشتي، ومرلي سيدخل بعد قليل في تشكيلة اتحاد العاصمة. أو لمريلي، لمريلي سيدخل بعد قليل في ثالث تغييرات المدرب نبيل معلول بعد أن أقحم موسى علي. ثم منذ قليل الدهيري، وحاليا لمريلي يدخل في تشكيلة اتحاد العاصمة. يخرج البوليفي تيرازا ساباستو. هدف مقابل صفر في ربع ساعة أخير من المباراة. هدف حمل توقيع كلودي ليكونزا بكرة ازدواجية. قلت يعني التغطية كانت ناقصة والمهارة كانت موجودة من اللاعب ليكونزا، لأنه بصراحة حتى الحارس سامي هلال لا يتحمل مسؤولية في الهدف. المهم أن المعنويات ما يتمسش، ما تتمسش بالنسبة للاعب البقلاوة، لأنه حاليا فسخ وعاود بين 1-0 في الذهاب بهدف ريان إسماعيلي، 1-0 في الإياب بهدف ليكونزا. فسخ وعاود، صفحة بيضة بالنسبة للبقلاوة. التركيز التام فيما تبقى من الدقائق حتى ننهي المباراة على الأقل. في وقتها القانوني بهذه النتيجة في انتظار معطيات أخرى طبعا. المهم أنه ما يقبلش هدف آخر الملعب التونسي، ويحبذا لو يصل لمرمى الحارس بنبوت بهدف يكون الضربة القاضية لفريق اتحاد العاصمة. يلزم شوية مجازفة، يلزم شوية مجازفة، لأنه كما قلت تقريبا مريناش في محاولات. الحارس بنبوت خطيرة، العملية في منطقة الجزاء، ضربة جزاء. ما هذا يا محمد فاضل، ما هذا يا محمد فاضل، كنت قادر أن تمنح ضربة جزاء في الكرة الأخيرة. تمر الكرة لاتحاد العاصمة من غلاس جيناوي، تبقى الكرة للبقلاوة من توري. توري تمشي ليوسف أمارو وتزيد من أمارو جانبي الكرة. سنعيد المشاهدة بالتأكيد، سنعيد المشاهدة بالتأكيد. كانت كرة خطيرة على دفاع اتحاد العاصمة. الحكم محمد فاضل يأمر بمواصلة اللعب في الأثناء. يوسف أمارو، هذا ليكونزا صاحب الهدف الوحيد منذ قليل بكرة ازدواجية. ننتظر الإعادة
من المخرج الجزائري للقطة ضربة الجزاء التي لم يمنحها محمد فاضل. هذه الإعادة للكرة، المرور والاحتكاك كان موجود. هذه الكرة بين لي كونزاوا ماثنداو، الاحتكاك كان موجود، كانت تنجم تتزفر. ورينا الجذب من التوبين بالنسبة لي كونزا، وبالتأكيد عندنا موفيولا في لحد الرياضي اليوم، إن شاء الله تكون اللقطة هذه موجودة، وبالتأكيد باش تكون موجودة، لأنه كان من الممكن إعلان ضربة جزاء بالنسبة للسوداني محمد فاضل في هذه الكرة. في الأثناء قديدة، محمد قديدة الذي جاء بالفرج في مباراة الذهاب في رادس بكرة متميزة منحها الريان إسماعيلي. هل يعيد الكرة في ملعب وهران؟ هذا ما نتمناه. يغادر محمد قديدة، سيدخل مكان يوسف مارو. تحرك كثيرا ما شاء الله عليه يوسف مارو في هذه المباراة. يدخل محمد قديدة المهاجم الشاب، إن شاء الله يرزن أكثر على دفاع اتحاد العاصمة فيما تبقى من الدقائق. طويلة الكرة، تخرج ضربة مرمى للحارس سامي هلال وللملعب التونسي. سامي هلال في تنفيذ ضربة المرمى، كما قلت لا يتحمل مسؤولية في الهدف لأن الكرة كانت صعبة. وكانت في زاوية تقريبا مستحيلة. اشترجع الكرة. طويلة في مناطق الملعب التونسي من مروان الصحراوي. نضال العيفي. ترجع مباشرة في وسط الميدان، تتقصى الكرة، تمشي لياماثن داو لتوري. توري محافظ على كورته. تتقص له مرة أخرى. والحوار الأخير بين بالقاسم على الصورة، أو بالقاسم مع مروان الصحراوي. ننتظر تنفيذ الكرة. يلزم يردوا بالهم في الكرات الثابتة. تنفيذ الكرة للاتحاد العاصمة، مرفوعة في منطقة الجزاء، ترجع بالرأس. حذاري من دوزيام بال، علي يسدد لكن تبقى الكرة لاتحاد العاصمة. تبقى الكرة من علي موسى، علي موسى أمام توري، علي موسى مرفوعة الكرة تخرج ويمشي قديدة باهي يربح التماس بعد تدخل لمريلي. التماس للملعب التونسي. دقائق أخيرة في هذا الوقت الأصلي من المباراة. نذكر بالإطار المباراة العودة في إطار الدورة التمهيدي الثاني من كأس الكاف. هدف مقابل صفر للبقلاوة في الذهاب، ومثلها في الإياب لاتحاد العاصمة في ملعب ميلودي هتفي في وهران. بهذه النتيجة سنسير للحصص الإضافية لتحديد المترشح لدور المجموعات.
ترجع الكرة بالرأس في مرة أولى وثانية. قسما سيكو، التماس لاتحاد العاصمة طويلة، البحث عن موسى علي لكن قبله آدم عروس. الدهيري في تنفيذ التماس لاتحاد العاصمة. إنيمبا نيجيري كذلك ترشح بصعوبة بضربات الجزاء أمام النجم السطع بواغادوغو. نجم واغادوغو بضربات الجزاء بركلات الترجيحية. طبعا في صورة انتهاء المباريات أو مباراة كأس الكاف بهذه النتيجة، اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لتحديد المتأهل. أعطيت الفرق المترشحة إلى حد الآن وقلت أن مسابقة كأس الكاف لن تكون سهلة كذلك. ذكر أن القرعة يوم 7 أكتوبر إن شاء الله، قرعة الشامبيونز ليج وأيضا كأس الكاف. سامي هلال يلعب الكرة طويلة، سامي هلال خرج التماس لاتحاد العاصمة. مباشرة الكرة ضربة مرمى لبنبوت. الحارس بنبوت. هذا الهادي خلفه. 4 دقائق تقريبا في الوقت الأصلي في انتظار كم سيضيف السوداني محمد فاضل، وكأننا سنسير بالمباراة إلى الركلات الترجيحية لتحديد المترشح لدور المجموعات من كأس الكاف. ركلات الحظ طبعا لا نسبق الأحداث. بقيت 4 دقائق في هذا الشوط الثاني وننتظر الوقت الإضافي بالنسبة للسوداني محمد فاضل. يلزم التركيز للثانية الأخيرة بالنسبة لأبناء المدرب ماهر الكنزاري. ترجع الكرة من عليلات لمونديكو. مونديكو عليلات مرة أخرى توصل لغلاس جيناوي. جيناوي يرجع لعليلات ثم مونديكو. مونديكو يوصل الكرة لغلاس جيناوي. جيناوي يفتح نحو ليكونزا صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن. تتقص الكرة نضال العيفي، تمشي بلمسة واحدة ماثنداو. ماثنداو مختل الكرة الأخيرة، تتقص الغازي العيادي من ليكونزا. ليكونزا توصل لحسين الدهيري. موسى علي، موسى علي أمام الهدي خلفه، وباهي الهدي خلفه أمام لاعب مهاري موسى علي. الدهيري في تنفيذ التماس لاتحاد العاصمة. تنفذ الكرة بسرعة. بلال المجري يرجع للتغطية الدفاعية ويربح التماس. نبيل معلول غير راضي على قرار الحكم. الكرة باش ترجع للملعب التونسي من جانب الهادي خلفه. دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي. سنعيش أمسية رياضية مشوقة فيما تبقى طبعا من هذا الشوط الثاني وفي الركلات الترجيحية. ننتظر طبعا إن شاء الله يتعداو سلامات. ما حشناش بهدف بالنسبة للملعب التونسي بقدر ما نطلب أن الفريق يأمن الناحية الدفاعية فيما تبقى من الدقائق. أمن الدفاع وإذا جاء هدف مرحبا به. ترجع الكرة من عليلات لأنه ضغط الفريق الجزائري. تمشي الكرة والمخالفة، باهي يدم عروس. لانتيسيباسيون ثنائي محور الدفاع إلى جانب مروان الصحراوي. كما قلت مش سهل تعويض
لاعب بن عبدة كان عنصر أساسي الخضراوي هيثم الجويني، لكن إلى حد الآن الملعب التونسي أبلى البلال حسن، وأكد أن الفريق ما يقف على حتم لعب. هذه كرة خطيرة في منطقة الجزاء، حذاري، خرج كرة من أمثن داو توصل لقديدة، أقديدة يحاول المرور، أقديدة يضيعها، ترجع مرة أخرى لاتحاد العاصمة، التوزيع في منطقة الجزاء مرة ثانية ترجع توصل لأمثن داو، أمثن داو يربح حاجة، ينداو يربح المخالفة، يربح المخالفة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من المباراة مع موسى علي، تنفذ الكرة بسرعة نحو بلال الماجري، تتقص الاتحاد العاصمة عليلات، عليلات وخمسة دقائق في الوقت البديل. إن شاء الله الملعب التونسي يحافظ من خلالها على الأقل على هذه النتيجة، وخصوصا ما يقبلش أهداف، وفي ركلات الحظ نعول كثيرا، طبعا نعول على الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وعلى الحارس سامي هلال إن شاء الله. هذه كرة من جانب أمثن داو، والتمريرة متاعو ما وصلتش لبلال الماجري، تقطع الكرة لفريق اتحاد العاصمة من ليكونزا. تبقى الكرة لفريق اتحاد العاصمة من موسى علي، تمشي لغلاس جيناوي، قديدة يضيع الكرة، ترجع من نضال العيفي، دقائق أخيرة، تعدت دقيقة من الخمسة دقائق اللي زادها الحكم السوداني محمد فاضل، مازالوا أربعة دقائق، وبلال الماجري انتظرنا مخالفة في الكرة الأخيرة، لكن مش ترجع لاتحاد العاصمة. أربعة دقائق أخيرة، كرة عليلات مع بلال الماجري، ترجع الكرة عالية طويلة في مناطق البقلاوة، دقائق ستنتهي طبعا على طريقة أفلام الفريدي تشكوك. التغطية موجودة، حذاري وموجود سامي هلال، تعود الكرة في منطقة الجزاء وتخرج من دفاع البقلاوة، يلزم يشد الكرة بلال الماجري ويربح بعض اللحظات، ترجع الكرة لموسى علي، موسى علي معها السعف يهرب عليه، موسى علي يبحث عن التسديد، موسى علي يسدد علي، والكرة ضربت في الدفاع، تخرج ركنية للاتحاد العاصمة. دقائق ممنوعة على أصحاب القلوب الضعيفة، موسى علي في الكرة الأخيرة والركنية لاتحاد العاصمة من جانب غلاس جيناوي بدفع كبير من جمهور اتحاد العاصمة، وجاء الهدف في وقت قاتل. غلاس جيناوي في دقيقة 90+3 لم يتركنا نمر إلى ركلات الحظ، يعني في هفوة في بهتة جاء الهدف الذي لم نكن نتمناه. بهتة دفاعية قبل دقيقتين من نهاية الوقت البديل، كنا ننتظر الركلات الترجيحية فجاء هدف. هذه الكرة الأخيرة بلال الماجري سوء تركيز، مرت الكرة بلال الماجري وكأني بها وضعها في شباك حارس مرماه في بهتة دفاعية غريبة جدا، كان متلفت لسامي هلال دار يلقى الكرة قدامه ضربت فيه دخلت، يعني دوش اسكتلندي، دوش ايكوسيز في لحظات أخيرة من هذه المباراة.
تلك أحكام الكرة. يعني تصمد 90 دقيقة وتصمد بعدها تقريبا 4 دقائق أو 3 دقائق في الوقت البديل، وبهفوة قاتلة يكون الهدف الثاني الذي يساوي ترشح اتحاد العاصمة الجزائري لدور المجموعات من كأس الكاف، ويساوي كذلك إلى حد الآن انسحاب الملعب التونسي من هذه المسابقة بنفس سيناريو فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، ولو أن الظروف تختلف كثيرا عن ما عاشه الاتحاد يوم أمس ضد مولدية الجزائر. تغييرات في هذه اللحظات، عزي يدخل لتعزيز الدفاع. على كل حال الملعب التونسي لا يجب عليه أن يخجل من هذا المردود، مرة من الجواميس الجنوب سودانية، وفاز على اتحاد العاصمة من أعرق الفرق الجزائرية والإفريقية ذهبا في رادس، لكن تلك أحكام الكرة في هذا اللقاء وفي هذه المباراة هنا في ملعب ميلود هدفي في وهران. قبل هدف في الدقيقة 75 من لي كونزا بمهارة فنية فردية من هذا اللاعب، وقبل هدف في الوقت البديل بطريقة ساذجة وبهفوة وبقلة تركيز من جانب دفاع البقلاوة. 2-0 للتاريخ لاتحاد العاصمة أمام الملعب التونسي في هذه المباراة. حبينا زوز فرق تونسية في كأس الكاف، لكن قدر الله وما شاء فعل. هل سنكتفي بالنادي الرياضي الصفاقسي في كأس الكاف في دور المجموعات مثل ما اكتفينا بالترجي الرياضي التونسي في تشامبيونز ليج؟ ما زالت بعض الثواني. هذه كرة من قديدة، دفاع اتحاد العاصمة يخرج الكرة أما ثنداوي يستميت، وتأتي سفيرة السوداني محمد فاضل لتنهي المباراة بترشح اتحاد العاصمة أمام الملعب التونسي بثنائية نظيفة. حمل التوقيع لكونزا في الدقيقة 75 وبكرة من غيلاس جيناوي من ركنية ضد مرماه بلال الماجري في الدقيقة 90+3. نقول لجماهير الملعب التونسي ولا فريق البقلاوة يرفع رأسك، تخرج مرفوع الرأس من هذه المسابقة رغم أن هنالك ضربة جزاء غفل عنها السوداني محمد فاضل، وكان يمكن أن يزفرها وكان ممكن أنها تقلب المباراة رأسا على عقب. نحن نصل إلى نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحية رمزي القلعي، نلتقي إن شاء الله في موعد رياضية قادمة، إلى اللقاء.